التجربة ديال المسلسل هي كانت تجربة جميلة جدا. أجمل ما فيها هو أن العودة ديالي مع رشيد الوالي، لأن بزاف الناس كانوا كيسولوا علينا بجوج، وكيف ما كيسولوني كيسولوا إمتى غادي تخدموا أونسومبل. فحنا قررنا من خلال المسلسل هي أننا نشتغلوا مجموعين، والحمد لله كانت تجربة زوينة بزاف. يعني حتى الطاقم اللي كان اللي يشتغل في المسلسل طاقم مزيان مع شركة إنتاج جديدة ديال إم بي سي 5، وكتلقى أصداء طيبة، وهذا هو المضمون. كاين بعض الاقتراحات الساعة ما نقدرش نقول لك اكزاكتو شنو، بما انني مازال ما سنيتش العقد، مازال ما بديتش الخدمة، ولكن كاين بزاف المشاريع، وانا بصراحة سعيدة بوجود الشركة في المغرب على الاقل، ولو ان انتاجات كثيرة ولو ان اعمال. مازال كنعيش بين المغرب وامريكا، يعني فاش كتكون عندي الخدمة كنكون في المغرب، ملي ما كتكونش عندي الخدمة انا في داري مع وليدي مع بنياتي راجلي في امريكا. في امريكا.